قديش وقت بياخذ هاي شغل؟ والله بدها يا بدها ثلاث أيام؟ آه هذه الساعة بس هذيك الطبق بده أسبوع والله. وكيف بتلوني هاي؟ بالصبغة يا عمي، بشتري صبغة وبغلي مي، بحط الصبغة فيها وبحط الكش فيها وبتحتوى بين ما يعطي لون. تعالي عندي وبفرجي. يا ريت اجي عندك. اهلا وسهلا. يا ريت والله بلدك بتجنن بربيعة.